تنطلق المباراة. ليفربول نعرف اللي جاي من دوري في بداية موسم مخيب الأمال بالتعادل مع واتفورد 3-3. يمشي صلاح يوزع الكرة، ترجم الدفاع طبعا محمد صلاح. 23 مباراة لحساب كأس أبطال أوروبا، اليوم ماتشو رقم 24. نلعب 15 مباراة في دوري المجموعات، زيدهم 8 في دوري البريليمينير الأدوار التمهيدية. سجل 6 أهداف منهم هدف تاريخي في 2015 في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني على فريق ألماني باير ليفركوزن لما كان بقميص نادي روما. هدف أبيض اسمه مع فريق ليفربول قادما من ذياب العاصمة روما. فمش كلام، قرار سليم، رفع الراية. مايم يتسرح يتحرر يدخل المباراة في دوري الأبطال. كنا أولاد 9 شهور، أولاد 7 شهور، أولاد أسبوعي، استثناءات. والفريق الثاني والثالث حقق القارات. ألمانيا بمن حضر مقولة تعلمتها إلى أن رأيتها من الألمان. ترجع الكرة إنجليزية، كرة ممتازة يمشي فيها ساديو، يلعب الترنج الماما أفريكا، حط كرة حلوة برشا، كرة جول يا صلاح، والدفاع يتصدى. وترجع الكرة لساديو ماني، يلعب ساديو، يمشي الترنجا، خل ماني ماني ماني، والحارس بامتياز مروع أوليفر بولي اللي مثل هوفنهايم في القارات. ولكن الان هما بقميص والوان البافاري، الكتيبه الحمراء بايرن ميونخ. كره في اتجاه صلاح في دار الدفاع، الدفاع يتفطن، الخطا موجود، فاول على اللاعب المصري. انطلق في محاولاته مع فريق المقابلون العرب، لم يبدا ليفربول ممكن فرصه اكبر. الليفر اعطاهم شانس، الان صلاح ليقلع، يمشي كره صلاح، محمد صلاح يلعب الكرة، يمشي امري امري، والدفاع ترجع للكابيتانو، يلعب القائد على الكرة، قاد الهجمة، صدموا في بعضهم. 22 لاعب يجري وراء الكرة، وفي الأخير ينتصر الألمان. ولكن اليوم الإنجليز، صلاح أهرب، صلاح يهرب، شد صلاح، والكرة ضاعت، ضيعها المصري، ضيعها محمد صلاح. يا جاري لينكر، هداف مونديال 86، لاعب سبيرس توتنهام، كان ممكن يتذكر كلمته ويقول التاريخ لا يكرر نفسه. قد نلعب ب 22 كما هي العاده. كوتينيو من اجل البارسا، وتعويض السوبر ستار نيمار، بينما المدرب يورغان كلوب يصر كوتينيو يلزم يبقى. اذا تحب يا ليفربول اداره وجمهور انه نعملوا مشوار ونجيبوا بطولات، هكذا فكر المدرب الالماني على ضد فكر اللاعب البرازيلي الذي يريد تغيير الاجواء. فكيف ستكون نهايه مسلسل ليفربول كوتينيو بارسا وقرارها؟ مرتين 1-1 الماتش الاول، تعاود بعد 48 ساعة وبايرن ربح 4 بلاش. ثنائية هونس وغارد مولر، النهائي 66 في ويمبلي، خلى دائما كلاسيكو انجلترا والمانيا استثنائي، ينتظروه الكل. انا نشوف كانه بالقميص هذا والزملاء في الاستوديو، كابتن ايمن كان يشوف انجلترا بكى زيها الاحتياط الانجليزي. يلعب الكرة حتى له الهدف الاول، ليفربومان حتى له، دعم لعبيه كبار، كرة دائريه لفه دارت على الداري وخذت الطريق السريعه لهوفنهايم. الا تعرف ان الالمان ما عندهمش مستحيل، ممكن يكسبوا 2 و3 ويتعادلوا في الانفيلد. اوكي، لكن ليفربول مش يزيدهم خبرات السنين يا ولدي. الليفر السيد من اسياد القاره، يلعب لصلاح، يمشي المصري، حاط الكره من العرب، يرجع بالكره طويله، تمشي بدات الدور، روبرتو يحاول، فيرمينو يهرب، فيرمينو عدى، الثاني في الطريق والثاني مجموعات يا برازيليرو، وصل كرة حلوه والدفاع احلى، والكره اقرب من فوقت، فوقت يرجع المان. أنا الليفر الذي تجول منفردا في حاراتك يا أوروبا، رجع الدر إلى معدنه، رجعت بذكريات يا تاتورك. ليفربول أبطال أوروبا 2005، ثنائية أو ثلاثية ريال مدريد 2014 2016 2017، وبينهم كان لقب كتالوني للبارسا 2015. فعية والانطلاق الهجوم ليفربول معدوم، وهنا قيمة كوتيني، وهنا الضغط أكبر على كوتيني وعلى إدارة ليفربول رغم مال برشلونة للإبقاء على اللاعب البرازيلي. في الانتظار وفي انتظار التشكيل، كرة أولى خطيرة من أولى اللحظات، اللمسة الأخيرة باش تفرق برشا مع أوفنهايم في الشوط. أنها سألت من تكون، أهانتها ورفضت من تكون أنت من ليفربول. الكرة دائما نقول في الميدان، صلاح يخسر الدويال، كرة ترجع لهوفنهايم، هوفنهايم يجلب الانتباه.
الان يجلب تشجيع المحايدين امام روح الاسرار المعهود المالوف عن كور على الخط للانجليز. ليفربول حاسم الخطر، يلزم يكبس روحه اكثر ليفربول خاصه دفاعيا. الدفاع نقطه معاناه، القنطره لليفربول هي الدفاع. ترجع الكره مره اخرى، جسر المرور صلاح والسرعه، ولكن قبل بومان فما داف فما فرجه فما اثاره. ليفربول يحاول يصلح، سيسجل في مرمى مانيولي، لكن من يكون الهدف؟ ترجع الكره للزرقاء، ترجع كره طويله، يمشي البرتو مورينو. استعمل يا مورينو، استعمل يا مورينو. سيناريو اخر، تمشي كره لليفر، ليفربول يبقى قادر هجوميا عن طريق سرعات صلاح واللعب ساديو ماني انه يحقق المطلوب. المشكل انه الكره ما توصلش لثنائي الهجوم، عنده الحاجه الضروريه القصوى لتعويض نيمار، خاصه بعد ما ضرب بها دان كاتالوني البلاوغرانا في الكلاسيكو ضد الريال في السوبر. ثم بالنسبة ليفربول يلزم يدخل في المنظومة مرة أخرى، يرجع كوتينيو، لأنه الفريق ممكن يضيع الدوري في أول أربع خمس جولات، ممكن في أربع خمس جولات النتائج ما تمشيش، النقاط تضيع والبطولة تبعد. ترجع الكرة وسط الميدان، كرة عن طريق أعتقد أنه هوفنهايم هو بالأبيض، ما لازم أغلط. لا يا راجل، لا يا كمبيوتر، لا عاد نصدق عيني، عاد صدق عيني. الفريق الالماني هو من خلق فرص اكثر، يظل والكره تمشي، اضرب، لا وسع، والدفاع ياتي براسيه اخرى. صلاح حط الكره، سيء جدا اليوم فريق ليفربول، ما عجبنيش. ترجع الكره وسط الملعب، يمشي بالراس هوفنهايم، وكره طبعا خلاها في الدفاع المهاجم ساندرو فاغنير، لانه كان لمقارعه كبار القوم. هذا في حد ذاته انجاز للهوفن، والكره خطيره، الدفاع يتصدى، وركنيات هوفنهايم تجي منها واحده لليفربول. ضغط على صلاح برافو، يعمل الضغط، يستخلص الكره، اللعب مريع، عطاه باس، كره مقشره، كان ممكن يلعب ايضا مع فيرمينو، ولذلك فيرمينو رفع راسه وكانها معاتبه لصلاح، يقول له العب لي كوره يا صلاح. لا، والكباتا في الاستوديو، هل بدنيا ليفربول جاهز ام تاثر بماتش موقعه واتفورد؟ فرصه للثاني والثاني يا الراس دارت ولفت، الكوره مشات ولفت، فماش تسلل، كوره في دار المدافعين، ولا اروع يا جيمس، هنا الولد من نار، حط كوره، ضربت في مدافع، هي كانت عاكسه وزادت تعكس، هي كانت رافضه هوفنهايم وزادت ترفض. الله لم اعلق في يوم على مباراه بهذا النحس لفريق هو هوفنهايم، ضيعوا ضربه جزاء، والقائم رفض هدف، وعندهم هدف ابيض، وبعد هدف مباراة ممكن ليفربول يستاهل هدف، لكن بهذه الطريقة، بهذا الانتصار الساحق الآن في أرض ألمانيا. وتأكد كلام التاريخ يا ساديو ويا كاتب التاريخ، من قال لك أن التاريخ لا يعيد نفسه؟ ليفربول خمس مرات بطل أوروبا، التاريخ معاك، الأدوار التمهيدية ليك، التاريخ يتكلم. أحمر ليفربول اليوم، هوفنهايم رابع البوندسليغا، يعجز رغم أداء مقنع وطيب في معظم ردهات المواجهة الكلاسيكية ضد الإنجليز أنه يسجل ويتفوق. الكرة وأجوال الواحد 22 لاعب يجري وراء كرة، وفي الأخير ينتصر الألمان، ولكن اليوم الإنجليز صلاح هرب، صلاح يهرب، جد صلاح، والكرة ضاعت، ضايعها المصري، ضايعها محمد صلاح. يا جاري لينكر، هداف مونديال 86، لاعب سبيرس توتنهام، كان ممكن يتذكر كلمته ويقول التاريخ لا يكرر نفسه، قد نلعب ب 22 كما هي العادة. 22 لاعب يجري وراء كورة، وفي الأخير ينتصر الألمان، ولكن اليوم الإنجليز صلاح هرب، صلاح يهرب، جد صلاح، والكورة ضاعت، ضايعها المصري، ضايعها محمد صلاح. يا جاري لينكر، هداف مونديال 86، لاعب سبيرس توتنهام، كان ممكن يتذكر كلمته ويقول التاريخ لا يكرر نفسه، قد نلعب ب 22 كما هي العادة. 22 لاعب يجري وراء كورة، وفي الأخير ينتصر الألمان، ولكن اليوم الإنجليز صلاح هرب، صلاح يهرب، جد صلاح،
والكرة ضاعت. ضيعها المصري، ضيعها محمد صلاح. يا جاري لينكر هداف مونديال 86، لاعب سبيرز توتنهام، كان ممكن يتذكر كلمته ويقول التاريخ لا يكرر نفسه. قد نلعب 22 كما هي العادة، 22 لاعب يجري ورا كورة وفي الأخير ينتصر الألمان. ولكن اليوم الإنجليز صلاح هرب، صلاح يهرب، شاهد صلاح والكرة ضاعت. ضيعها المصري، ضيعها محمد صلاح. يا جاري لينكر هداف مونديال 86، لاعب سبيرز توتنهام، كان ممكن يتذكر كلمته ويقول التاريخ لا يكرر نفسه. قد نلعب 22 كما هي العادة.